شيء بنشوف الهدية العظيمة اللي أعطاها الله الآب للرب يسوع المسيح هي الكنيسة اللي هي عروسته على الصليب. هل ممكن أنك تحدثنا كيف ولدت الكنيسة؟ الحقيقة أنا بشكر الرب لأجل الطبيعة اللي هي بتشهد عن روعة صناعة الله فيها وأصبعه. أمين. نقف قدام هذا المشهد اللي احنا شفناه ونقول يا رب ما أعظم أعمالك. أمين. كلها بحكمة صنعت. أمين. وأنا بتفق مع حضرتك يا أخت لام على فكرة أن هناك مقابلة أو توافق في كلمة الله بين ما صنعه الرب في بداية الخليقة وما صنعه في الخليقة الجديدة في العهد الجديد بعمل المسيح على الصليب. لما بنقرأ في سفر التكوين إزاي الله أوقع سبات على آدم وأخذ منه أحد أضلاعه ويقول كتابه أحضرها وبناها، بنى هذه الضلع وأحضرها إلى آدم، وآدم فرح وقال أنشودة جميلة نظيرة. يقول الكتاب فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب له الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم، هذه الأنشودة الرائعة الجميلة، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. آمين. الأخت لاما قالت تعبير جميل جدا، أن الرب أعطى آدم هدية والآب أعطى المسيح هدية. لما نروح لأصحاح 17 صلاة الرب يسوع قبيل قدوم العمل الصليب في يوحنا 17، يقول حوالي 5 مرات عن الكنيسة وعن المؤمنين الذين أعطيتني. وده دليل على اعتزاز الرب الابن بما أعطاه الآب من هدية كانت نتيجة تعب. وهذا مرتبط بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده، وهو ان المسيح تألم لكي يرى نسلا تطول أيامه. أمين. لكي يرى أبناء لله كثيرين، هذه الكنيسة الفتية العظيمة اللي يقول عنها الكتاب في سفر الأعمال الكنيسة التي اقتناها الله بدمه. نشوف هناك توافق بين ما ذكر في الكتاب المقدس عن آدم وما ذكر عن المسيح. نمرة 1، أوقع الرب الإله على آدم سباتا فنام. نقدر نشبه زي ما قال الكتاب المقدس في العهد الجديد، النوم إشارة إلى الموت، أو الموت هو عبارة عن نوم، يمكن نوم طويل شوية. موت المسيح هو يقابل نوم آدم. ولما قام آدم بعد هذا إنجاز التعبير أنه مات وقام، قامت معاه حواء برضو نفس الحكاية. لما مات المسيح قامت معاه الكنيسة، قامت في القيامة، لكن كتبت شهادة ميلادها في أعمال الرسل في يوم 50، أو بنيت زي ما قال الكتاب وبنى الرب الإله الضلع اللي أخذها من آدم بناها. كان البناء ظهر في ملامحه في يوم 50 لما ابتدى الرب يضم الذين يخلصون إلى الكنيسة كل يوم، وتأسست هذه الكنيسة اللي وعد الرب أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. لكن يقول الكتاب كمان أحضرها له، ونفس الكلام مذكور في أفسس 5، يقول لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا أي شيء من هذه الأمور. هذه الكنيسة العظيمة اللي بتمثل جسد الرب على الأرض ولدت بقيامة بموت وقيامة ربنا يسوع المسيح، دفع فيها هذا الثمن. وإحنا شفنا هذا الكيان الرائع اللي منتشر في كل أنحاء العالم. أمين. بيقول إن عمل الله في الخليقة الجديدة كما كان آدم رأس الخليقة القديمة، المسيح رأس الخليقة الجديدة. أمين. يقول لنا الكتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أمين. للرب لأجل عمل العظيم وتأسيسه لهذه الكنيسة. أمين. ليوم من الأيام سيجتمع الرأس مع الجسد. أمين. ونكون قريباً معه كل حين هناك في الأبدين. أمين. أمين.